اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مرايتي. حلقتنا النهاردة هتكون بتخص كل البنات، وخصوصا هنتكلم عن الميك اب. في بنات كتير جدا بتحب تغير من اللوك في كل فترة، بتحب تعمل لوكات مختلفة، بس ما بتكونش عارفة ايه المناسب لبشرتها او ايه اللوك المناسب لبشرتها. هنعرف كل ده وايه الجديد بالنسبة ل2020 مع ميك اب ارتست اللي منورانا النهاردة، مروة عمران. اهلا بيكي. اهلا بيكي منورانا حبيبتي. يا مروة، قولي لي بقى قبل ما نبدأ النهاردة في لوك الميك اب، كلمينا انت ازاي بدأتي في المجال؟ انا حابه المجال زي اي ست بتحب التجميل، بس انا حبيته اعرف عنه، اعرف ازاي كده. دخلت شويه شويه لحد ما درسته، يعني كان هواية في الأول وبدأتي بعد كده تنميها. وبعد كده ابتديت ادرسه وابتديت اتمرن عليه واشتغلها، خدتها شغله تمام. حبيتها. طيب بالنسبة لبقى لوكات 2020 السنة الجديدة، هل اللوكات مختلفة عن السنة اللي فاتت ولا هي بالنسبة للسواريهات؟ هي نفسها، بس بيختلف بس الالوان، خريفي صيفي كده. بس هي بس الاكتر السنه دي اللي هو السبوت لايت تمام، كتير، واخد الضوء كتير، حابينه. ده في السواريهات. تمام. طيب قولي لنا بقى انت محضره لنا ايه النهارده، اتفضلي. هو السبوت لايت، بس مدي على كات كريز شويه اوكي. لمريم عشان مريم عينيها شويه واسعه، فمدي مساحه شويه. وهو سواري هادي، يعني مش دايما الهادي بيبقى احلى. طب خلينا نشوف انت عملتي ايه الاول، اتفضلي. ابدا، عملنا البيز الاول اللي هو الكونتور تحديد الوش، ومريم وشها حلو انا بحبه، فما بتاخدش بيز كتير، بتحتاج تشيل الكونتور كتير. هادي نعم. فاضل لنا ايه في اللوك؟ بس الهايلايتر، الروج، تحديد العين اكتر، طيب خلينا نعمله توضيح. عملي مع بعض. احنا انت قلتي انت عملتي الكونتور، ومستخدمين كونتور باودر ولا كريمي؟ لا باودر، اوكي. كتير بحب الباودر كتير، بتقدري توزعيه اسهل. بس في حاله لو عروسه طبعا لا، بتحاولي تاكدي لها بالكونتور بالكريم. بالكريمي او اوكي اكتر. تمام. لو في اي، واحنا بنشتغل كده، لو في مشاكل واجهتك في البشره، مثلا الهالات السوداء اللي حوالين العين، البثور لا، السوداء دي اللي في لازم الوجه، قبل الميك اب بتهيئي نعمل البشره ازاي كوركتر. قبل الميك اب؟ الاول تهيئه البشره بتبتدي الاول، لازم نحاول نغطي اكتر ما نقدر من عيوب، يعني اوكي نخلي البشره معانا رايقه. تمام. تمام، زي مثلا الحاجات البارزه مش تقدري تضيعيها قبل الميك اب على طول، اوكي تحتاج جلسه اللي هي تنظيف البشره وازاله الروس والحاجات دي، المسام. بس احنا بنحاول نقفل المسام على قد ما نقدر قبل الميك اب. يعني لو جات لك عروسه انت المفروض بتبداي تشتغلي على البشره عشان ده هي ايه، عشان الميك اب يطلع بالظبط، صافي باللي هو قبلها بقد ايه؟ بالتنظيف، تنظيف صنفرة مثلا، إزالة الهالات السوداء، ده طبعا بالكوريكتر. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ بنحط الهايلايتر اوكي، وبنحدد العين أكتر، بنحط الهايلايتر بالظبط في المنطقة دي عند عظمة العين. ما بنخليهاش تعدي تحت العين. اوكي ناقص لنا ايه تاني؟ نحاول ننور الوش على قد ما نقدر. بتحطي بس عند عظمة العين فقط ولا بتحطي في مناطق وهنا تانية الهايلايتر؟ وهنا اوكي ناخد البوز ده كده، تمام. يعني ندي شكل طبيعي اللي هو يبقى مدي لمعة طبيعية بتاعت ابتسامات الوش، الأماكن اللي أنا حابة أبرزها، يعني حابة أخليها باينة أكتر. اوكي. يعني مثلا هنا لو ده مخفي أحب أظهره أكتر، خط الأنف تحبي تبيني أكتر، هنا عند الشفايف الشفايف. تحبي دايما بيحب فيها فوليوم، تمام. فدايما تنوريها. هل بترسمي برضو الشفايف، لو الشفايف رفيعة شوية بترسميها طبعا بالكونتور ولا بتحبي انت تشتغلي على الشفايف العادية؟ احيانا، بس لو ان انا بدلها، انا بستخدم بدلها اللي هو قلم التحديد الغامق. التحديد مش الكونتور. لا، ساعات تحتاجي لما تكون مخفية الملامح بتاعت الشفايف، تمام. ممكن تكون فيها فوليوم. بس احنا دلوقتي هنعمله زي ما انتي هتورينا دلوقتي بقلم التحديد. ايوه، المفضل لما انتي بتكوني مستخدمة في الوان غامقة في العين، تستخدمي روجات فاتحة ولا ممكن برضو تستخدمي روجات غامقة؟ عامة لما تغمقي فوق دايما تفتحي الشفايف، ميبقاش كله اوفر. اوكي زي ما احنا شايفين كده.
طيب قولي لي بقى، انت ما قلتليش بالنسبه لو مثلا في حبوب في الوش بتداريها ازاي؟ عن طريق ايه؟ الكوريكتور الكوريكتور. بنستخدم كوريكتور ايه؟ الاخضر، الاخضر. الاخضر، ولو هي بس حامضه يعني مش بارزه بنحط لها اللي هو الاورانج اوكي. دايما، اللي هي الالوان الفرقه عن الوش، الهالات مثلا مكان هنا، المكان السمار اللي بيكون اماكن حوالين بدل الفم. همده يعني مش ظاهره مش بارزه عن الوش، دايما بنحط لها الكوريكتور اورانج. لو جاتلك بقى عروسه يا مروه وهي عاجبها لوك معين شافته وحبت ان هي تعمله على نفسها وقالت لك انا حابه اعمل اللوك ده، وانت شايفاه ان هو مش مناسب لوشها، بتتصرفي معاها ازاي او بتقنعيها ازاي بلوك تاني؟ بنحاول نوصل لحل وسط، بدل لحل وسط بيني وبينها. طيب خلينا نشوف لوكات وانت بتشتغلي دلوقتي عقبال ما تخلصي الروج. استاذنكم تنزلنا اللوكات. اول صوره معانا الفنانه نرمين، خليكي طيب تابعيني كده. كنت عامله لها السيشن ده من امتى؟ من حوالي شهر. تمام. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها، اللوك ده برضو يعتبر سواريه ولا؟ ده سوري، بس هي عشان كان وشها ملامحها عريضة فدايما بهديها عشان تهدي ملامح البشرة. تمام. الصورة اللي بعدها، ركزي معانا كده يا مروة شوية. دي مريم. تمام. الصورة اللي بعدها، اللوك ده لوك ايه؟ سهرة برضو. يعتبر كل اللوكات دي لوكات سهرة، بس اللوك ده يعتبر تقيل شوية. الموف ده السموكي، السموكي هو ملك السهرة يعني، اللوك السموكي هو ملك السهرة والعرايس، ممكن ما تشتغلي بيقدمش. لعروسها سموكي بس عشان بيبقى تقيل شوية. بس لو عينيها واسعة لو عينيها يعني واسعة مسحاديني اعمل لها سموكي، عينيها بارزة لها سموكي، لكن عينيها هادية جميلة كده زي مريم. تمام. طيب بمناسبة بقى ان انتي جبتي العين، في ناس كتير بيبقى عندها مشكلة اللي عينيها ضيقة، ازاي يقدروا يوسعوا العين بالميك اب يعني يدوها وسع شوية؟ ان الظل دايما يبقى فاتح من تحت، ما تحطيش كحل دايما، تحطيش ما تقفليش عينك من تحت. يعني نفتح ممكن مثلا بكحل ابيض. ايوه بيج، دايما احط ظل بيج، البنيات، الالوان الفاتحه. تمام. كده انت عشان انت مفتحه فوق في العين فوق حاطه روج عامله غامق. اوكسيديهات. ايه اوكي. جربتي فعلا الشفايف باين ان هي عرضت شويه لان هي شفايفها رفيعه. تمام. دايما في المكياج ببرز الجمال، بس لو في حاجة مش متناسقة مع حاجة احنا بس بنظبطها. بس اوريدي في بنات ما شاء الله يعني مش محتاجة غير ان انت تزوري بس ملامح وشها. في للاسف ممكن ناس تعمل ميك اب بتغير ملامح الوش كليا، هل انت بتحبي حاجه زي كده ولا لا بتحبي تشتغلي على ملامح الوش؟ لا، احب اشتغل على ملامح الوش، ابرز الجميل فيها، ممكن اخفي العيوب بس ما اغيرش ملامحها. احنا خلصنا يعتبر اللوك. ينفع اللوك ده برضو سهرات عاديه ولا سهرة وخطوبه حبها. ولا انت سواري افضل؟ ما ينفعش يمشي خطوبه. هو السواري يمشي خطوبة يمشي ده، بس فيه هو حسب انت هتحبي ايه يعني، تحبي تقيل يعني دايما يبقى لوكك صارخ يعني، تحبي لوكك هادي ناتورال. في بيعملوا عروسة وتحب الألوان تبقى ناتورال، ما تحبش الأوفر. كده خلصنا. ايه خلصنا بس. تمام. في يا مروة بنات كتير بتشتكي بتقول مثلا انا رحت الميك اب ارتست معروفة والخامات بتاعتها بتستخدم براندات عالية، بس في نفس الوقت اما عملت الميك اب لقيتهم مغير، ايه السبب؟ يعني اكيد في سبب، هل السبب مثلا من الخامات ولا السبب من البشرة نفسها؟ اولا تهيئة البشرة الاول يعني 90% من تهيئة البشرة هي القشور، اللي هي تظبيط البشرة قبل ما تشتغل عليها عامل 90%، الباقي ازاي اختار الفونديشن المناسب للبشرة.
يعني اوريدي لو اخترت فونديشن للبشره الدهنيه أمم وهي بشرتها جافه طبيعي هيحصل ديفو. أمم اللي بعده العكس يعني كده، الاختيار البراند المناسب او اختيار النوع اللون النوع المناسب. الزيوت والاويل والحاجات دي مع بشره مثلا دهنيه، هنا تطلع لك بذور، تطلع تشققات، تعمل شقوق في الميك اب. تمام. لكن بشكل تاني مثلا لو الزيوت دي على بشره جافه احسن، تساعدني وتخليني اشتغل عليها احسن. كده خلصتي اللوك، احنا كده معانا اللوك نهائي. استأذنك غمضي عينك. نورتينا بجد يا مروه وتسلم ايدك، اللوك حبيبتي حلو جدا وهادي. انا من حبيبتي النوع اللي بحب الميك اب السيمبل، مش الاوفر. تسلم ايدك. حابه تقولي حاجه قبل ما نختم حلقتنا؟ لا كنت سعيدة معاكي جدا حبيبتي، نورتينا تسلمي يا يا مروه، رب. وان شاء الله يكون لينا حلقات تانية مع ان بعض شاء الله يا حياتي. باذن الله. كده تكون خلصت حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج مرايتي.